العمل المقصود به هنا كل عمل يعمله الإنسان، فالألف واللام هنا للاستغراق، والمقصود بالعمل هنا الأعمال العبادية. بالاتفاق فإنه لا يصلح عمل عبادي إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يدخل فيه أيضا الأعمال المعاملاتية، أي يدخل فيه العبادات ويدخل فيه المعاملات، وهو ما قصد إبرامه من العقود، سواء كان ذلك في البيعات والمعاوضات، أو كان ذلك في التوثيقات، أو كان ذلك في التبرعات، أو كان ذلك في عقد النكاح، أو كان ذلك في حله، أو ما إلى ذلك من أنواع المعاملات لا بد فيها من نية. فإنه إذا تكلم بشيء لا يقصده فلا يثبت بذلك شيء يتعلق بذلك العقد،